بقينا في نفس الإطار اللي كنا عليه، بقينا نجوب القصر تنخرجوا للقينا شواعر، يعني أصبحنا بحال إحنا الآمرين والناهين في تلك الوقت. كل الضيوف منهم سفراء منهم وزراء منهم موظفون سامون إلى آخره، بقينا على هذا الحال شاردين، أقول شاريد، أنا تنشد بها ورانا شاهد بها في شهادة سابقة، أول شهادة رانا صرحت في هذا الشيء. لحظة راح ترجلت بعد الشيء، وجدت كما حكيت في جانب القصر باب مغلق، لما طرقت لم يجب أحد. بعد الحين خرجت إلي البنات الممرضات إلى آخر القصر. نعود للقطة التي اللي هي مهمة، وهو في لحظة ما لاحظ أحد الأصدقاء محمد بن محلا، نادى علي باسمي وألح علي، فقال لي انظر إنه الملك. فالملك جي وسط خمسة ستة الناس رافعين يديهم، جي بينهم جنود ديال السنة الأولى، رافع عن يديه. أنا تنقول اللي بغي، أنا تنقول الحقيقة، ما رأيته ما عشته ما شفته بأم عيني، أنا لا أزايد ولا. مشيت تنهرول باش نخبر الإخوان في الأرجاء ديال اللي رجعت، ما لقيتوش، لقيته واقف مع واحد ثلاثة جنود، ذكرتهم بالاسم في الحوار في الرد ديالي على الأخ كنوش. لما تحلقنا حوله واستدرك نوع شيئا ما من الطمأنينة، أتذكرهم، منهم اثنين في دار البقاء حيث سنتبعهم فيما قريب أو في القريب العاجل، محمد بوطيب مديح حميد، هاد الجوج من مدينة مكناس، مكناسيين، ثالثهم لا زال حيا الآن مسلم العظم، خرج برتبة ضابط قبطان، لا زال حي. لقد اتصل بي مرة وقال لي بأنني لدي أشياء سأقولها، سآتي عندك إلى البيضاء، شيئا من هذا القبيل لم يحصل. المهم على كل هذا توضيح مني. الوقت اللي التحقت أنا بهم لقيت تيدو معهم، أنا ما حضرتش شي حوار داز بينهم، ولكن اللي وقفت على الجواب متستنتجش من الجواب ديال الحسن الثاني لما قبلت يده وأديت له التحية العسكرية كما يجب، قلنا وليداتي هاد الشيء ما كاينش، الله يدير اللي دارها لينا، بمعنى الحديث الذي دار بين الأصدقاء، وهو أنهم قالوا له بأننا جئنا لإنقاذك، لقد سمعنا بأنك مهدد كذا كذا، فأجاب بأن لا شيء من هذا القبيل هو صحيح.